سبب ضيق الوقت. بر الوالدين أمر عظيم كبير، بر الوالدين سعادة في الدنيا والآخرة، بر الوالدين فرح وسرور في الدنيا والآخرة. لو يعلم الشخص فينا كم من الثواب والأجر والقبول والمغفرة في هذا الباب لشد فيه شدا عظيما ولواظب في بر والديه. الأحاديث كثيرة والآيات عديدة في هذا الباب، نذكر منها قول رب العالمين في الكتاب العزيز يقول: وقضى ربك، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آية عظيمة، آية كبيرة، آية ينبغي للواحد فينا أن يتعظ وينظر ويسأل عن معانيها. يقول رب العالمين: وقضى ربك، أي أن رب الأرباب ومالك الملك ورب العالمين يأمر عباده بأن يعبدوه، وهو الذي يستحق العبادة وهي غاية الخضوع والخشوع ونهاية التذلل. الله رب العالمين في البدء يأمر بعبادته فيقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر بالعبادة. وبعدما تكلم وذكر وأمر بالعبادة ذكر أمرا مهما وتكلم في قضية مهمة: وبالوالدين إحسانا، أمر من الله. فالذي خالف أمره وذهب إلى مناهج عديد من الناس في هذا المجتمع فهو من الفاجرين الخاسرين البعيدين.